إلى غاية سنة 2016 الملامح المضمونة في المدرسة ديال الأساتذة 1000 طالب موزعين على 111 مؤسسة جامعية 1450 أستاذ منهم 320 من المسيح إعداد لوزارة التربية الوطنية. تم أيضا إعداد قرار وزاري. سنعمل معا لاستكمال كل الملفات التي هي في طور الإنجاز والانطلاق في تجسيد ملفات الجديدة المتمثلة في تحيين ومراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة، توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، التوجيه المدرسي والجامعي بدءا من التوجيه من التعليم المتوسط نحو التعليم الثانوي، في التوجيه بعد النجاح في شهادة البكالوريا لخلق التوازن الضروري بين العائلتين الكبيرتين للعلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية تطبيقا لتوجيهات سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. السعي لتجسيد إنشاء المدرسة الوطنية العليا للصم والبكم في نهاية السنة. إن لقاء اليوم هو لبنة إضافية على درب تطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها ورفع مردودها حتى يستجيب منتجها لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وكذا تحسين جودة التأطير. إن المقاصد المأمولة من هذا اللقاء هي في المقام الأول مواصلة العمل بنفس الوتيرة والعزيمة لاستكمال العمليات المتبقية بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة.